السلام عليكم عن طلاب الصف الثالث. هذا الفيديو خاص بالأسئلة الوزارية المهمة اللي موجودة بالقصة الرابعة عندنا بالمنهج، اللي هي عنوانها Life is like a cup of coffee، الحياة تشبه أو مثل فنجان القهوة. وهاي القصة موجودة بيونس 7. بيونس 7. مختصر القصة، يعني يكون أنت عندك فكرة عن القصة قبل لا تجي الأسئلة. أنا هسه باختصار راح أحكي شنو فكرة القصة قبل لا نطب الأسئلة. فكرتها أنه عندنا مجموعة من الطلاب القديمين، يعني اللي متخرجين من زمان وبعد علاقتهم مستمرة، يجمعون مجموعة من الطلبة الخريجين القدامى. سمعوا أنه الأستاذ مالتهم مال الجامعة، البروفيسور اللي عايش بالهند، هم من العراق عايش بالهند، مريض، فقرروا أنه يتجمعون يروحون يزوروا. هذه فكرتها، ولما راحوا زاروا انطاهم درس عن الحياة. هذه فكرتها باختصار. خلينا نشوف الأسئلة. Number one, what does alumni mean؟ ماذا تعني كلمة alumni؟ هذه الكلمة مهمة راح تكرر هواي عندنا، فريد نعرف معناها. What does alumni mean؟ Answer، أجب. شو يقول هنا معنى كلمة alumni؟ معناها a group of old graduated students، يعني مجموعة من الستودنتس، من الطلبة، graduated متخرجين، old قدامى يعني متخرجين من زمان علاقتهم بعدها مستمرة. A group of old graduated students. فهسه كلمة alumni راح تتكرر عندنا بالأسئلة هواي. شوي خلي بالك وياي، كلمة alumni هذه الكلمة راح تتكرر بالأسئلة هواي. فلما راح نترجم، مرة نترجمها مجموعة طلبة قدامة، مرة نترجمها مجموعة الخريجين القدامة، واضح؟ مرة نترجمها مجموعة من الطلبة، وهاي هي. فهي كلمة alumni هذا معناها مجموعة من الطلبة اللي متخرجين من زمان، مجموعة طلبة خريجين قدامى. فشلون راح نترجمها بأي طريقة بعد أن تكون عرفت معناها هسه؟ زين، هذا السؤال الأول. خلينا نجي نشوف السؤال الثاني. Where are the alumni from؟ من أين هذه المجموعة؟ منين ذولا مجموعة الطلبة الخريجين القدامى؟ منين؟ من أين أتت هذه المجموعة؟ شوف أنا قايل عليها بس المجموعة alumni، مرة يقول عليها الطلبة القدامى، مرة يقول عليها مجموعة الخريجين القدامى إلى آخره. فيقول هذول منين؟ هذول from different Iraqi provinces، من مختلف المحافظات العراقية. From different Iraqi provinces، من محافظات عراقية مختلفة، يعني متجمعين من كل المحافظات. ماكو داعي نفصل من بالضبط من يا محافظات، نقول محافظات عراقية مختلفة، أو نقول from different Iraqi cities، من مدن عراقية مختلفة. زين، هذا الناس أول سؤالين جايبين على شكل شنو؟ جايبين على شكل answer، أجب. خلينا نشوف الباقيات، وإحنا متفقين أنه أكو طرق مختلفة للأسئلة، مرة answer، أجب، مرة complete، أكمل، مرة true false، صح وغلط، مرة choose، اختار، إلى آخره. خلينا نشوف number 3. يقول the old university professor، هذا البروفيسور، الأستاذ القديم. شوف كلمة professor هسه همين راح نترجمها، مرة نترجمها أستاذ، مرة نترجمها professor، نفس الشيء. فيقول the old university professor is from، هذا يقول الأستاذ القديم مال الجامعة منين؟ is from فراغ، complete، أكمل، from India، جواب is from India. هذا الأستاذ الجامعي اللي راحوا يزوروا ذول الطلاب القديمين منين؟ من الهند، from India. طبعا هنا هذه ممكن يجيبها مرة جايبة على شكل اختيارات، قايل the old university professor is from between two brackets بين قوسين India لو Egypt، من الهند لو من مصر، وقايل لك choose، اختار، تختار الهند. زين، يجيبها على شكل true false، ممكن يقول the old university professor is from Egypt، من مصر، true or false؟ false. جاي تلاحظ، تذكر هذه الطرق مالتنا، انه احنا عندنا طرق مختلفة. نفس السؤال ممكن يجيب على شكل true false، ممكن يجيب على شكل complete، ممكن يجيب على شكل answer. زين، هذا اذا جاب على شكل answer اجب، ايش راح يقول؟ راح يقول where was the professor from، او where is the professor from، من اين البروفيسور؟ تقول له from India. وضحت القضية؟ زين، خلينا نكمل. number 4، The alumni visited their professor. يقول هذه المجموعة من الطلبة أو من الخريجين القدامى visited their professor، زاروا البروفيسور مالتهم، because لأنه كان شنو؟ because he was sick. ناقايل لي complete، أكمل، لأنه كان مريضا، لأن كان سمعوا بمريض فراحوا يزوروا.
فاذا هنا زين هذه ممكن يجيبها على شكل سؤال جايبها ايش قايل شوي انت بخلي بالك وياي. هذه النقطه الرابعه هسه هنا مو جايبها على شكل كومبليت اكمل، وحده من السنين جايبها على شكل انسر اجب ايش قايل. قايل why did the alumni visit their old professor، لماذا زارت المجموعة أستاذ، لماذا زار هذه المجموعة أو لماذا زار الطلاب أستاذهم القديم، ليش زاروا؟ جواب شنو؟ because he was sick، لأنه كان مريضا. جاي تلاحظ مرة جاب على شكل complete هذه مثل هاي، ومرة جاب على شكل answer أجب ومستخدم أداة السؤال why، فانتبه بالحالتين الجواب شنو؟ الجواب أنه he was sick، كان مريضا. Number five، The alumni هذه المجموعة took أخذوا a plane طائرة from بغداد to حيدرآباد، من بغداد إلى مدينة حيدرآباد بالهند اللي بيها البروفيسور. إيش أخذوا؟ أخذوا plane. True or false هذا الكلام؟ إيه true، صح أخذوا plane طائرة من بغداد إلى حيدرآباد. هذه مرة جايب على شكل choose اختار. قال the alumni took between two brackets بين قوسين plane لو train from بغداد to حيدرآباد، طائرة لو قطار من بغداد إلى حيدرآباد. الجواب plane طائر. جيم number 6، the alumni went from the airport to the city center. يقول هذه المجموعة ذهبت من المطار، يعني من وصلوا لحيدرآباد، من مطار حيدرآباد إلى مركز المدينة مال حيدرآباد باي بواسطة شنو اختيارات؟ train لو car، بواسطة قطار لو بواسطة السيارة. الجواب بواسطة ترين، بواسطة قطار. فإذا هسه هنا خلينا ننتبه شوي على هاي النقطة، من بغداد إلى حيدرآباد إيش أخذوا؟ أخذوا بلين طائرة، وياي منتبه بلين. زين من من مطار حيدرآباد لما وصلوا إلى مركز المدينة إيش أخذوا؟ أخذوا ترين قطار، وياي أخذوا ترين. زين هذا السؤال السادس، خلينا نشوف بعد التكملة. نمبر 7، The alumni هذه المجموعة أو مجموعة الطلبة arrived وصلوا to the professor's house إلى منزل البروفيسور by rickshaw بواسطة العربة، صح هذا الكلام؟ أي true، صح. مرة جايبها على شكل هاي على شكل choose اختار. قال the alumni went to the professor's house، ذهبوا أو وصلوا إلى منزل البروفيسور by between two brackets بين قوسين car لو rickshaw بواسطة السيارة لو بواسطة العربة. الجواب شنو؟ rickshaw. فعندنا ثلاث وسائل نقل استخدموها، خلي بالك وياي ثلاث وسائل نقل. من بغداد الى حيدرآباد اخذوا بلين طائرة، من مطار حيدرآباد الى مركز المدينة اخذوا شنو؟ اخذوا ترين قطار، ومن مركز المدينة الى منزل البروفيسور ايش اخذوا؟ اخذوا ركشو عربة. زين 8 when the professor went to the kitchen، عندما ذهب البروفيسور إلى الكيتشن إلى المطبخ، he returned with عادة ومعه جاب وياه. لما راح المطبخ هسه وصلوا البيت، جاء الأسئلة بستر مسويه، يعني هسه وصلوا البيت لما راح بيهم طبل المطبخ جاب وياه، جاب وياه a large pot of coffee، قدح أو قدر كبير من القهوة، قدر كبير من القهوة جاب وياه، جاب له شكل complete هنا. نفس السؤال هذا جايب على شكل answer إيش قايل؟ قايل what did the professor bring when he went to the kitchen، ماذا أحضر البروفيسور لما ذهب للمطبخ، أو when the professor went to the kitchen عندما ذهب البروفيسور للمطبخ what did he return with، بماذا عاد؟ إيش جابوا يا؟ الجواب كل الحالات a large pot of coffee، قدر أو قدح كبير من القهوة. زين 9، The alumni fully understood the lesson and made their professor happy. يقول هذه المجموعة fully understood، فهموا تماما، fully تماما كليا، understood فهموا the lesson الدرس، الدرس اللي اعطاهم اياه. انا ما تفاصيل اسئله، بس اسئله ما عندنا تفاصيل، تروح القصة تلقي تفاصيل، قعدوا وسولفوا واعطاهم درس عن الحياة. فيقول fully understood the lesson، تفهموا الدرس تماما، and made their professor happy، وجعلوا البروفيسور happy سعيدا بهم لأنهم فهموا الدرس. true هذا الكلام؟ true، صحيح true. زين مرة جايبها على شكل سؤال إيش قايل؟
قايل what made the professor happy، ما الذي جعل البروفيسور happy؟ تقول the alumni fully understood the lesson أو they understood the lesson، هذه المجموعة فهموا الدرس. understood the lesson هذه مهمة، understood the lesson فهموا الدرس، understood the lesson because they understood the lesson لأنهم، أو جايبها why هم من سنين، قال why was the professor happy، لماذا كان البروفيسور سعيدا؟ تقول because they fully understood the lesson لأنهم فهموا الدرس، لأنه طلاب هذولا understood the lesson فهموا الدرس، دير بالك عليها. 10 why did the professor bring different cups of coffee، هذا السؤال اللي جابوه بال بآخر امتحانات التمهيدي، ليش البروفيسور bring different cups of coffee، لماذا أحضر كؤوس قهوة مختلفة؟ answer أجب، طبعا ممكن تلقى أكثر من جواب، ممكن الجواب واضح، هذا يقول to give his old students a lesson، لكي يعطي to give his old students طلاب القديمين a lesson درس، to give them a lesson.